عن البلوجر السعودي محمد السعود جاي زيارة على إسرائيل. نوعا ما مش مفاجئة. لا مش مفاجئة. يتطبع مع إسرائيل. أوف كل شيء سياسي وتعرفي يعني عمل ضجة كبيرة حول الشرق الأوسط والعالم العربي وإسرائيل. بس بدي أحكي لك شوي يا شام اللي صار من behind the scenes وراء الكواليس. وراء الكواليس شكله في قصة رومانسية في الموضوع. مع نعمة دايما في قصة رومانسية. بيقولوا إنه بس نزل من الطيارة فتح تلفونه وشغل التطبيق التعارف تندر. يعني أجا يشوف تطبيع إسرائيل وإسرائيل استغلوا الموضوع إنه بتشوفوا صور مع إسرائيل وكل شيء. بس السبب الرئيسي كان بده يشوف البنات اليهوديات. هلا تتجاوب نعم. ولما فتح التندر اكتشف انه ولا واحدة من البنات اليهوديات عملت له لايك على التطبيق. وبتعرفي الشاب بيقدر يحكي مع البنات بتطبيق التعارف بس لما بيعملوا له لايك, ولا واحدة عملت له لايك. فنزل على الاقصى عشان يصلي لربنا يعطيه شوية شانس مع البنات واللايكات عشان يعملوا له لايك بالتندر هون عشان يشوف بنات يهوديات. وبتعرفي لما بتشوفي واحد زي السعود بالتندر تقدريش تشوفي وجهه كله مغطى وبتعرفيش اذا بدك تعملي له لايك ولا لا على التندر. فراح على المسجد يصلي عشان ربنا يعطيه شوية شانس مع البنات يعملوا له لايك. استجاب الله للدعاء. لا أنا بدي أقول له يعني تاني مرة اسأل نعمة إذا هيك جاي عشان هيك جاي على إسرائيل ليش بتنزل على القدس وبتروح على مسجد الأقصى؟ روح على تل أبيب جم شت البحر تشوف البنات بتل أبيب ولا إشي سياسي زي بالقدس بتل أبيب. واقتراحي الأخير إذا ما زبطش الوضع معه مع بنات تل أبيب أكيد شباب تل أبيب راح يحبوه كتير.